طبعا حضراتكم فاكرين كل اللي اتقال على النادي الاهلي مع بدايه الموسم، وان المنافسه ما بين الزمالك وبيراميدز، وان الاهلي مش هيقدر يفوز ببطوله الدوري السنه دي، وان الاهلي مستواه بعيد جدا، وكلام كتير يعني اقاويل كانت كتير قوي. والبعض كمان قال لك دور على الاهلي في بطوله او في جدول الدوري، يعني الناس كده بتحاول تهزر شويه، قال لك شوف حطوا الجدول كده، قال لك شوف الاهلي فين في الجدول ده. في الاول كان الاهلي عنده اصابات كتير، كان عنده كمان مؤجلات كتير جدا جدا جدا، لكن في النهايه قدر النادي الاهلي ان هو يحقق بطوله الدوري عن جداره واستحقاق كبير جدا، ووضح الكلام ده في الاوقات الحاسمه، وهو ده الفريق البطل اللي بيجي في الاوقات الحاسمه ويقدر يحسم البطوله. مش اي حد يقدر يحسم بطوله الدوري اللي هي بطوله النفس الطويل بالتحديد، لازم بتبقى عندك مثابره وعندك صبر وعندك اصرار، وده واضح جدا وكان واضح جدا على لعيبه النادي الاهلي هذا الاصرار في عز ما كانوا متاخرين في جدول الدوري، وفي عز ما كان مستوى النادي الاهلي مش جيد جدا، مش اللي هو احسن حاجه يعني، كان في اصرار على اللاعبين وجديه على اهميه الفوز ببطوله الدوري هذا الموسم، وده اللي حصل. بطوله طويله جدا وبطوله استثنائيه فعلا، وكان فيها ظروف كتير صعبه جدا، مش عايزين ان هي تتكرر تاني في الكره المصريه في الحقيقه، لان ده اثر بشكل او باخر كمان على منتخب مصر، واثر كمان على النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن ماتش الزمالك بالتحديد امبارح كان ماتش مهم جدا، ولاعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي كانوا مترقبين هذه المباراه، حتى لو كنا كسبنا بطوله الدوري. احنا كسبنا بطوله الدوري وفوزنا بيها الحمد لله مباراه المقاولين العرب، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي قدر ان هو يكمل الفرحه من خلال الفوز على نادي كبير ومحترم زي نادي الزمالك. اداء ما كانش احسن حاجه، لكن دايما المباريات دي بتبقى عايزه النتيجه، والنتيجه ايه؟ ان الاهلي فاز على الزمالك بهدف للا شيء، احرزه نجم الموسم بشكل كامل، نجم الدوري المصري علي معلول، افضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم علي معلول. فبالتالي انتصار حلو وليه مذاق خاص لما تكسب نادي الزمالك غريمك التقليدي، فبالتالي بيبقى انتصار جيد جدا.